حصاد الجنوب، أهلا بكم. تفقد محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس اليوم حجم الأضرار التي طالت المباني والممتلكات العامة والخاصة بمدينة كريتر بعد الأحداث الدامية التي تسببت بها مجاميع مسلحة خارجة عن النظام والقانون. المحافظ لملس وجه بتشكيل لجنة لحصر الأضرار والبدء بعملية التعويض. بتكليف من الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، تفقد المهندس عدنان الكاف رئيس لجنة الإغاثة بالمجلس وكيل العاصمة عدن ونزار هيثم رئيس تنفيذية انتقالي العاصمة عدن اليوم حجم الأضرار الناجمة عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة. وفي الزيارة تجول الكاف وهيثم بأحياء كريتر وتفقد الأضرار التي تسببت بها العناصر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون، كما استمع من مواطني المدينة لما تعرضوا له من أضرار مادية ونفسية نتيجة الاشتباكات التي حدثت في المدينة. عزف طلاب المدارس بمديريات محافظة شبول واقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي عن الدوام المدرسي. قرار المقاطعة جاء بعد إرغام الميليشيات الحوثية الطلاب على ترديد الصرخة في الطابور الصباحي والحصص الدراسية، إلى جانب استبدال مديري المدارس والمعلمين بمديرين ومعلمين موالين لها وفرض تدريس منهجها ذا الصبغة الطائفية. ورياضياً، خسر نادي شعب حضرموت مواجهة الثانية في البطولة العربية لكرة السلة للأندية والتي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية. خسارة شعب حضرموت جاءت أمام منافسه فريق الفتح السعودي بنتيجة 80-94 في مباراة قدم فيها لاعب الشعب مستوى جيد. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.